المركز الإقليمي للطاقات المتجددة هو مؤسسة ومنظمة إقليمية عربية تأسست في سنة 2018 من مجموعة من الدول العربية. يهدف هذا المركز إلى تشجيع ونشر تطبيق وسياسات وتقنيات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المجدية اقتصاديا في المنطقة العربية، وإلى زيادة مشاركات منتجات وخدمات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المستخدمة في هذه الدول والمصدرة منها إلى السوق العالمي. الأهداف الخاصة لهذا المركز منها مد جسور وشبكات التعاون في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بين الدول الأعضاء من ناحية ومن دول الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات العالمية والدولية ذات الصلة. أيضا يهدف إلى تعزيز سياسات التطبيق الأمثل لممارسات ومفاهيم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة داخل الدول الأعضاء من أجل رفع مستوى جودة تلك السياسات وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة. أيضا يهدف إلى زيادة استفادة الدول الأعضاء من نقل وتوطين التكنولوجيا من دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، كذلك إلى زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بالبحث والتطوير في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة. الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة طبعا جهاز أسس في سنة 2007 للقيام بمشاريع الطاقات المتجددة واقتراح اللوائح والتشريعات الخاصة بهذا المجال وتنظيم العمل بصورة عامة في هذا المجال وتشجيع الصناعات المحلية وربط القطاعين العام والخاص. عدة أهداف كبيرة جدا في هذا المجال. طبعا قد يكون عدم انتشار يعني عمل الجهاز نظرا لعدم وجود مشاريع فعلا نفذت، وإلا كان الجهاز راه عرف بطريقة أفضل. حاليا احنا ابتدينا من سنة 2015 نشاطات حسب إمكانياتنا في تركيب بعض المنظومات الصغيرة على المستوصفات وفي المناطق النائية. العمل موجود ولكن لم يشهر إعلاميا. احنا عندنا تقريبا فوق 350 منظومة منتشرة في داخل ليبيا من جلابيا إلى طبقة إلى الجنوب. حاليا من سنة 2015 يعني فوق 15 منظومة مركبة على أسطح المراكز الصحية، ويعني كثير من العاملين في هذا المجال يعني مبسوطين وفرحانين بأن في هذه المنظومات أدت عمل ليهم. أيضا على كثير من الآبار الرعوية يعني ساعدت ناس في فترة بالذات الانقطاعات وفترة الظروف التي تمر بها ليبيا. طبعا احنا امكانيات ليبيا تعتبر مصنفة عالميا من افضل الدول في مجال الطاقة الشمسية، وتعتبر من يعني نقول افضل 3 أو 4 دول عربيا في مجال طاقة الرياح. فعندنا يعني نقول احنا بدائل جيدة جدا في مجال الطاقات المتجددة. وجودنا في المركز حيدعم خدمة القطاع بصورة عامة في تهيئة الناس، تدريب الناس، في رسم السياسات، في تقييم نتائج مشاريع. هذا حيدعمنا وجودنا في أهل المركز. المشاكل والعراقيل، بارك الله فيك. وطبعا دائما الناس تطلب 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 الناس تطلب لكن ما تعرفش انت امكانياتك. احنا زي انتم ما شايفين في الامكان هذا يعني ممكن حتى جولتوا في المقر. اول مشكلتنا مقر، يعني ما عندناش مقر جيد نستطيع ان ننطلق منه. ثاني حاجه الامكانيات الماديه اللي ممنوحه للعاملين ضعيفه جدا، وبهذا لا نستطيع ان نستقطب خبرات كبيره في هذا المجال. يعني احنا محتاجين الى متخصصين، محتاجين الى اجانب، محتاجين الى ناس تساعدنا في نقل التقنيه طبعا، لان الحوافز الماديه ضعيفه جدا فما نستطيعش ان احنا نفي بهذه الاحتياجات. هذا أهم جانبين. الجانب الثالث اللي هو مهم جدا الدعم المادي للمشاريع، يعني الاعتماد خطة الاستراتيجية موافقة عليها والموافقة على ما يترتب عليها من التزامات يعني مادية أو إدارية أو قانونية. فهذه 3 عراقيل لو تحل يعني حينطلق الجهاز في أعماله.